السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في فيديو جديد على قناة دكتور كمبيوتر. النهاردة هنتكلم عن طريقة تنزيل وتحميل واتساب، وكمان إنشاء حساب جديد على الواتساب. أول حاجة طبعا بنروح على متجر بلي، عندنا متجر بلي أهو، بنروح عليه بنفتحه، ومن متجر بلي بنبحث عن كلمة واتساب. زي ما احنا شايفين كلمة واتساب اهي، ابحث عليها، ومنها بعمل عملية تثبيت للواتساب ماسنجر. ده الشكل بتاعه طبعا معروف عليه، 135 مليون مراجعة، ده الشكل بتاعه المتعارف عليه. هعمل تثبيت، بيتم تنزيل التطبيق على الجهاز على الموبايل عندنا. بعد كده بعد تثبيت التطبيق على الجهاز بضغط على كلمة فتح، بضغط على الموافقة والمتابعة، بحط رقم التليفون الخاص بيا والبلد الخاصة بيا. انت بتحط البلد الخاص بيك بتختارها، تمام، وطبعا اخترت القاي بسبب الاي بيهات عندي، انت بتختار البلد اللي تناسبك. حط رقم تليفونك المفتاح ورقم تليفون، وبتضغط على التالي. يتأكد ان الرقم ده سليم، هتقول له لو في حاجة غلط فيه بتعمل تعديل، لو الرقم سليم وكله تمام تضغط تم. بيجي لك كود في رسالة، هيجي لك كود مكون من 6 أرقام في رسالة على رقم التليفون بتاعك. هو كده شاف الرسالة تلقائي، تمام، وحطها تلقائي لو انت، لأنه مفعل المزامنة مع الرسائل عندي. لكن لو مش مفعل المزامنة مع الرسائل بتحط الكود اللي جالك في رسالة اللي هما 6 أرقام، بتحطهم في المربع اللي فات قدامنا. بضغط لو انا عندي نسخ احتياطية ممكن اخدها، ممكن اضغط متابعة لو انا عندي نسخ احتياطية، او اضغط ليس الان. انا هضغط متابعة مثلا عشان انا عندي نسخ احتياطية، لو مش عندي او لسه الحساب جديد بطبيعة الحال بضغط ليس الان. اقول له سماح سماح، استعادة، تمام، التالي. طبعا انت لو حسابك جديد كل الخطوات بتاعت الاستعادة والكلام ده ملوش اي لازمة. تحط الاسم اللي يناسبك هنا والصورة الخاصة بيك، واقول له التالي. بتحدد نسخ لحظته كل قد ايه، وليكن انا احدد الاسبوعي او يومي، اختار الحساب اهو. خلاص كده تم. كده بقى انت عندك حساب على الواتس، تقدر من خلاله ان انت تتواصل مع الناس وتضيف الناس عن طريق ارقام تليفوناتهم. لازم تضيفهم على التليفون علشان تبدأ تعمل دردشة معهم على الواتساب وتتواصل معهم. اتمنى يكون الشرح سهل وواضح. لو في استفسار اتمنى اشوف التعليقات. لو الفيديو عجبك اعمله لايك، لو عايز تفيد غيرك اعمله مشاركة. لو مش مشترك معانا على قناة دكتور كمبيوتر اتمنى يكون مش من المشتركين معانا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.